يغطي هذا المساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب تحية وترحيب في هذا المساء وفي هذا المهرجان الكبير والغالي على القلوب، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه، لتعلن انطلاقة شوطنا الخامس للإبكار الحقائق والشعارات الحاضرة والأسماء المتواجدة من أجل الفوز ومن أجل الناموس الغالي والمنتظر. نبدأ مع البداية الأولى، نبدأ مع أول الأسماء ليتابع دانات الحاضرة على أول المراكز بشعار أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي، يقدم لنا دانات المركز الثاني الحضور مع حربة سعيد بن عبيد بن ضبيعة الاكتبي، من يقدم لنا شعار بينما المركز الثالث الحضور والوصول من هجر بشعار خلفان بن مصبح بالرزي الشامسي، يقدم لنا شعار مع المركز الثالث والمركز الرابع الحضور مع حربة سعيد بن عبيد بالضبيعة الاكتبي، قادم وحاضر في هذه اللحظات وفرق حاضرة بشعار عتيق بن مطر بن حسن القبيسي، من يقدم لنا شعار وكذلك من احضرت ووصلت بهذا الحضور القادمة في هذه اللحظات شديدة، سيف بن عبيد بن غنام المزروعي مع المركز الخامس، هكذا النداء للخمس المراكز الأولى الحاضرة في هذا المساء من أجل الفوز، الحاضرة في هذا المساء من أجل الناموس ومن أجل تسعيرة جن الرئاسة. نعود إلى البداية، نعود والعود أحمد إلى بداية الشوط إلى انطلاقة وحضور هذا الشعار، فرق تنطلق فرق مع البداية، عتيق بن مطر بن حسن القبيسي 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 ينطلق في هذه اللحظات ويقدم لنا شعاره، بينما المركز الثاني الحضور في هذه اللحظات من دانات دانات القادمة والحاضرة بهذا الشعار بشعار خلفان بن مصبح بالرزي الشامسي، بينما القدوم والحضور في هذه اللحظات هنا ايضا شعار احمد بن سعيد بن زايد المزروعي والمركز الرابع الحضور مع شديد سيف بن عبيد بن غنام المزروعي والمركز الخامس، احضرت ووصلت كأول نداء لحربه القادمة بشعار عاطف بن عطية بن حسن القرشية، من يقدم لنا شعاره مع المركز الخامس. الله يا سلام على الأسماء الحاضرة على الشعارات المتواجدة في هذا المساء وفي هذا المعترك التراثي الكبير. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول إلى فرق من تتقدم بشعار عتيق بن مطر بن حسن القبيسي، من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا فرق القادمة في هذه اللحظات، يتابعها مختار في عملية التضمير والتدريب، أيضا هجر قادمة لخلفان بن مصبح بالرزي الشامسي وحربة قادمة حربة حاضرة. هذه الأسماء من وصلت من احضرت، احضرت ثمينة الويب المحسن بالزفنة الإحباري قادم وحاضر، والقادم أيضا ابتهاج محمد بن بخيت بن برقان، أبناء دورة الإمارات بدأوا في الحضور ولكن نعود
في هذه اللحظات نعود إلى الصدارة، إلى شعار بن برقان الحاضر في هذه اللحظات، شحد شعارات الحاضرة من ميدان الشحانية للمشاركة في هذا المهرجان الكبير. ابتهاج مع البداية، ابتهاج مع الصدارة، ثمينة قادمة، ثمينة حاضرة بشعار الويب المحسن بالزفنة الإحباري، ولكن طارت وغادرت. ابتهاج 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 محمد بن بخيت بن برقان بن برقان، وشعار بن برقان الحاضر في هذا المساء يبدع ويقدم العروض الكبيرة، العروض الممتازة، العروض الجميلة في آخر الأمتار. ابتهاج 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 محمد بن بخيت بن برقان بن برقان، قدم الأداء الكبير، قدم الأداء الجميل في هذا الشوط مع ابتهاج. المركز الثاني كان الحضور والقدوم مشاهدينا الكرام من الضبي لراشد بن علي بن رشيد الاجتبي، والمركز الثالث كان الحضور والتواجد من الهبيبة نشمي بن حمد بن متعب العامري، والمركز الرابع كان الحضور مع ثمينة الوي بن محسن بالزفنة الاعفاري، والمركز الخامس كان الحضور مشاهدينا الكرام مع الوثبة لسالم بن سري بن سالم الجحافي. تانينا لمالكي ابتهاج محمد بن بخيت بن برقان، من قدم الأداء المميز والأداء الكبير في هذا المساء ومع انطلاقة هذا الشوط ليختطف هذا الناموس، هذا الناموس الغالي والكبير في هذا المساء. ابتهاج هي بطلة هذا الشوط، توقيتها ولحظات وصولي ابتهاج إلى خط النهاية قاطعة مسافة الأربعة كيلومترات بزمن وقدر مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه اللحظات. 5:53 وثمان أجزاء من الثانية. تانينا والناموس المركز الثاني كانت الضبي لراشد بن علي بن رشيد الاجتبي، قدمها في هذه اللحظات، توقيتها ولحظات وصولها 5:58 وجزئين من الثانية. المركز الثالث كان حضور وتواجد الهبيبة نشمي بن حمد بن متعب العامري مع المركز الثالث، توقيتها ولحظات وصولها 5:59 وثلاث أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم